المباراة إن شاء الله ديال غدا غتكون عندها واحد الإحساس اللي خاص بالنسبة ليا، خصوصا أنني غادي نواجه الفريق السابق ديالي اللي كتجمعني مع واحد العلاقة ديال الحب والاحترام. حنا إن شاء الله جينا المغرب على قبل هدف واحد اللي هو تحقيق 3 نقاط اللي غادي تخولنا أننا نتأهلوا بشكل رسمي ونكونوا متصدرين المجموعة إن شاء الله. اللي كتجمعني مع جمهور الجيش الملكي لعلاقة حب واحترام بين الطرفين. أنا الآن كنحمل قميص نادي فريق بيراميد اللي غنقدم كل ما عندي باش نكون عند حسن ظن المسؤولين والرئيس. وحنا جينا للمغرب على قبل 3 نقاط، المقابلة ما غتكون سهلة بين الفريقين. كيف قلت لك جينا للمغرب على قبل هدف واحد اللي هو 3 نقاط اللي غتخلينا ان شاء الله نتأهلوا بشكل رسمي كمتصدرين المجموعة. بالنسبه للاحساس، انا كان عندي واحد الاحساس بانني غادي نواجه فريق الجيش الملكي. حنا ما كاينش كيف قلت لك فرق كبير ما بين الفريقين، حنا بجوج كنقدموا واحد المستويات الكبيره، الكره اللي جميله. كنتمنى ان شاء الله اللي يكون في المستوى واللي يربح، كنتمنى ان شاء الله يكون الفوز من النصيب ديالنا.